حضرتك تعلم طبعا ان كان في واحد اسمه دي سوتو زمان، هرناندو دي سوتو. هرناندو دي سوتو ده كان راجل كان كبير اقتصادي الامم المتحده. بالظبط. هو جه زار مصر، وحضرتك طبعا استضافته في برنامج قبل كده. قال لك الثروه العقاريه دي ليها قيمه حوالي 250 مليار دولار، قيمه مستخبيه. هذه قيمه يجب ان هي تطلع. على اساس ايه بقى؟ عاوز يسجل كل عقار، سواء عقار ب 100 جنيه ب 1000 جنيه ب 10000، وده يعتبر ثروه لصاحبها يستطيع ان هو يستغلها بحيث ان هو يروح يستلف عليها و يدخل خدمات كهرباء والحاجات دي. واحنا طبعا الهدف البعيد بالنسبه للثروه العقاريه ان انت هتسجل كل العقارات، ان انت بتعمل حسابك ان كل العقارات المبنيه في مصر يبقى لها سجل عيني وسجل موجود، بحيث ان هذا السجل اللي بعد كده تستطيع ان انت تستخدم هذه البيانات بان انت تروح تستلف. ده الهدف الاسمى يعني. انما طبعا طول ما احنا ما سجلناش، وطول مره طول ما احنا ما دخلناش هذه العقارات اللي هي منسيه، وطبعا كل واحد اقل من 2 مليون جنيه ما يهموش ان هو يروح يسجل او يختم مصلحه الضرائب على اساس ان هو معفي. انما المفروض المصلحه يعني في طريقها ان هي تستكمل جميع يبقى عندها قاعده بيانات كاملة. هي قاعده بيانات هتبقى